إذا تمنى حول المتراجحات المثلثية، حل في مجال ناقص بي بي المتراجحات التالية. دونك الشرط الأول، إكس خصها تكون، شوف معايا مزيان، إكس هنا ناقص بي أصغر قطعا، هنا بي أكبر أو يساوي، أصغر أو يساوي، علاش؟ لأن هنا عندي مجال مغلق، هنا عندي مجال مفتوح. ألوغ إكس خصها تكون هنا و مزيان فوقاش كوسينيس ألفا، غادي نسموها ألفا، صغر من واحد على جوج، غندير واحد الدائرة ونشوف. فوقاش كوسينيس كيساوي واحد على جوج هنا في البي على ثلاثة، دونك فوقاش الكوسينيس كيساوي على جوج في بي على ثلاثة. فوقاش يكون كوسينيس صغر من واحد على جوج، يعني خص يكون هاد الفا خصها تكون هنا في هاد لابارتي، صحيح؟ باش يكون كوسينيس صغر من واحد على جوج خص تكون الفا في هاد لابارتي، صحيح؟ الشرط الثاني خص تكون هاد اكس ناقص بي على ستة، هاد الفا محصورة صغر او يساوي، لان نديرها صغر او يساوي بين وشنو؟ بين بي على ثلاثة، وهادي شنو ماشي ناقص بي على ثلاثة، لا، هادي غتكون لان غنمشي في الاتجاه الموجب، بي على ثلاثة، من جوج بي على ثلاثة، ثلاثة بي على ثلاثة، أربعة بي على خمسة بي على ثلاثة. يعني باش غادي تكون هاد الزاوية الكوسينيس نتاعها صغر من واحد على جوج، خاص تكون هاد ألفا هاد الزاوية خاصها تكون في هاد المجال، وهاد المجال نحصرو كي بغيت، ماشي بالضرورة نبدي بي على ثلاثة ولا ناقص بي، لا، بدي من هنا احصر، خذ راحتك، كاين حتى شي مشكل. من بعد غادي ندير التقاطع ونشوف شنو كاين مزيان. ألوغ دابا عرفت من هاد الدائرة، نمشيو نستمر، يعني إكس غادي نضيفو بي على ستة لكل طرف، إلا ضفنا هنا بي على ستة كل بي على ثلاثة زائد بي على ستة، نوحدو المقام غنضرب في زوج وهنا في زوج، هنا كذلك خمسة بي على زائد بي على ستة، لأن ضفنا بي على ستة لكل طرف، إذا نوحدو المقام غنضربو في زوج الفوق والتحت باش تكون ستة ستة، إذا إكس غترجع لنا زوج بي زائد بي هي ثلاثة بي على ستة، يعني بي على زوج، ثم هنا زوج في خمسة عشرة بي زائد بي هي 11 بي على ستة، مزيان. إذا إكس فين خصها تكون؟ نمشي نمثل في دائرة مثلثية الشرطين، غنحلين معاها، ندير دائرة مثلثية، نرسمو دائرة مثلثية بمساحة الفات، غادي نمسح غير بشي حاجة كاينة هنا، دونك نسمعو عليه، نرسم دائرة زوينة، هاهي دونك المنتصف تقريبا هنا، غادي دائرة مثلثية ياك، دونك الاتجاه الموجب هو هذاك. ألوغ الشرط الأول إكس خصها تكون من ناقص بي حتى بي، يعني غنطلق من هنا من موان بي نضرب دورة حتى نوصل لبي، ياك. الشرط الثاني خاص تكون إكس من بي على زوج حتى 11 بي على ستة، بي على جوج هي هادي الجزء اللي كيبدا الحل، حتى 11 بي على ستة، دونك هنايا إلا مشينا إلا انطلقنا من بي على ستة، جوج بي على ستة، ثلاثة بي على ستة، أربعة بي على ستة، خمسة بي على ستة، ستة بي على ستة، سبعة بي على ستة، ثمانية بي على ستة، تسعة بي على ستة، عشرة بي على ستة، 11 بي على ستة، دونك هنايا 11 بي على ستة، صحيح؟ دونك 11 بي على ستة هي ناقص بي على ستة، ياك، ولكن حنا بغينا 11 بي على ستة باش نمشيو لهذا الاتجاه، إذا الحل كيستمر حتى لهنا الحل. أي زاوية توجد في هذا الجزء إلا وتمثل حل للمتراجع، لكن الشرط المطلوب هو أنها تكون ناقص بي حتى بي، مزيان. إذا شوفوا معايا مزيان كيفاش غنكتب الحلول، غادي نطرق من ناقص بي، هاهي نطرق من ناقص بي، هنا يوجد حلول حتى في الوسط، هذه ماشي 11 بي على 6، إن راني نطرق من ناقص بي، دونك غادي تكون ناقص بي على 6، دونك هاهي ناقص بي، ناقص بي خارج المجال هي لأن عندي قطعا، ناقص بي حتى ناقص بي على 6، ناقص بي على 6 واش داخل المجال ولا خارج المجال؟ شوف معايا مزيان، هنا ناقص بي على 6 كتحكم فيها هذه، دونك غادي تكون داخل المجال، اتحاد غادي دابا هنا ما كانش الحل، دونك ناقص بي على 6 صفر، وصلت صفر، زيد بي على جوج، مازال ما وصلتش بي، بي على جوج داخل الحل، بي على جوج داخل الحل، دونك غنكتبها بي على زوج، زيد نستمر حتى البي،
دونك هادو هما الحلول تاع المتراجع، متفقين؟ يعني كنلون داك الجزء ثم كنطلق من ناقص بي وكنكتب الحلول تاعي. هنا ناقص بي ما غاديش ندير 11 بي على 6، واش من ناقص بي نمشي في هذا الاتجاه اول مره نلقى؟ لا ما غاديش نلقى 11 بي على 6، لا واش غنلقى هنا ناقص بي على 6. هنا الا بغيتو ما تغلطوش كاع دير داك الحل بحال هكا، دير هكا المستقيم صفر، هنا ناقص بي وهنا بي، صحيح؟ الوغ شكون هو الحل؟ يعني الصفر ها هو، مازال ما وصلش الصفر دابا، من ناقص بي للصفر مازال ما وصلتوش، هنا غتكون ناقص النقطة ناقص بي على 6، وأنا وصلت الصفر، غنزيد هنا غتكون بي على، شكون هو الجزء اللي كيحقق الحل؟ من ناقص بي حتى هذا ما كيمثل الحل، ثم هذا ما كيمثلش الحل، ثم من بي على 2 الفوق كيمثل الحل، إذا هذا هو الحل تاع المتراجعة، إذا الله يوفقك.